عضلات بطنها موجودة فين؟ وإيه وظيفتها؟ موجودة في الصماء بتاعها. والعضلات دي في وسطها غلاف حوالين عضلات من العضلات دي، والعضلة اللي حوالين الغلاف دي فيهم مربعات. بنشوفها عند بعض الناس بيلعبوا ألعاب غريبة زي شباب كمال أجسام، بنشوف مربعات مربعات في عضلة فيها مربعات. طبعا الناس مش كده والنيرفز اللي فيها رايحة تهزي حاجة بره الأبدومين. تسس في الميل والطولة تبقى موجودة بره الأبدومين لأنها بتحتاج درجة حرارة أقل من درجة حرارة جسم الإنسان عشان تعمل عملية اسمها سبرماتوجينيس. بس لازم تسس ده في بلاس سبلاي وغير سبلاي ويطلع منها ليمف درينش ويطلع منها ضغط اسمها الباس ديفرنس. كل ده نعرفه. الحاجات دي جاية من جوه الأبدومين ونازلة بالتستس أو جاية من تسس رايحة للأبدومين في ممر او مسار اسمه اجوان الكلام موجود في وسط العضلات بتاعتنا. يبقى احنا نتكلم عن عضلات النهارده، هنعرف الاول عددهم كام؟ اربعه او خمسه. هم اربعه او خمسه، يعني في بعض الناس عندهم خمسه وفي ناس عندهم اربعه والاثنين طبيعيين فاريشن. يعني في واحده بيبي ابسنس، واحده بيبي ايه؟ ابسنس. مترتبين ثلاث عضلات في الجنب، كل عضله مغطيه على تحتها، وكل واحده من الثلاثه اللي في الجنب طالع منها ميمبرين عريض اسمه ابونيروس. كان زمان هم صغيرين يقول لك العضله الدائريه بيطلع منها تندون دائري، والعضله المفروده فلات مش هيطلع منها تندون دائري طبعا، هيطلع منها ميمبرين فلات زيها. الدائري اسمه تندون والفلات اسمه ابونيروس. لما يكون عندك ثلاث عضلات فلات مالين المكان ده في الجنب، يبقى كل واحد يطلع منها تندون؟ لا طبعا، ولا 10 تندون، يطلع منها ميمبرين. العضله الوحيده اللي عملت اكسبشن في سنه اولى كانت البايسبس، كانت دائريه وطلع منها الاثنين في الانسبشن، طلع منها تندون وطلع منها ايه؟ ابونيروس. تمام؟ الابونيروس ابتدى احنا عندنا كام عضله قلنا في الجنب؟ ثلاثه لايمين على بعض، دايما ثلاثه او دايما ثلاثه. اسمهم ايه طيب؟ يقول اسمهم من بره لجوه، الخارجيه دي اسمها اكسترنال اوبليك مصر لانها مايله. اكسترنال اوبليك تحتها لما ارفع لقيت فايبرز مايله برضه بس اسمها انترنال اوبليك. يبقى عندك عضلتين من ثلاثه الالياف بتاعتهم اوبليك، اللي بره اكسترنال واللي تحتها اسمها ايه؟ انترنال. لما شلنا الاثنين دول لقيت لسه في عضله ثالثه تحتهم بس ماشيه مع بعض اسمها ترانسفيرسس. اسمها ايه؟ ترانسفيرسس، لان الفايبرز ماشيه مع بعض. الثلاث عضلات دول عاملين ثلاث طبقات وكل عضله منهم فلات مفروده، فلما طلع من كل عضله طلع ميمبرين ابيض سموه ابونيروز. الابونيروز ده بيروح للميد لاين يقابل الابونيروز ده الناحيه الثانيه فيعملوا خط ابيض لانه ما فيش فيه بلاد فيسلز فيسموه لينيا البا. يبقى لينيا البا ده كومن انسيرشن، مش الوحيد الانسيرشن بتاع العضلات دي، لكن هو هيتقابل مع الثلاث عضلات. اللينيا البا ده جزء من ايه؟ انسيرشن بتاع الثلاث عضلات، لان الابونيروز بتاعهم بيروح يقابل الابونيروز ده الناحيه الثانيه في لينيا البا. بس قبل ما نوصل لليني البا بيغلفوا عضله رابعه واقفه بالطول كده، دي اللي هي ايه؟ فيها المربعات. تمام؟ العضله دي مستقيمه بيسموها ريكتس ابدومينس. ولو بينص هو رايح لليني البا قبل ما اوصل لليني البا في الميد لاين بكون غلفت مين؟ الريكتس ابدومينس وعملنا شيس اسمه ايه؟ ريكتس شيس. ريكتس شيس ده سمعنا عنه السنه اللي فاتت مره واحده بس لما كان الميموري جلد الليفت رينج جه بعد الريكتس جوه ريكتس شيس. وساعتها عندنا بيقول لك يا جماعه دي عضله موجوده في البطن وحواليها غلاف والغلاف دي اسمها العضله اسمها ريكتس والغلاف اسمه ريكتس شيس. فربطنا الكلام دلوقتي بقى هناخدها بايه؟ بالتفصيل. على طول الكلام ده بيقسموا عضلات جدار البطن الى مجموعتين، مجموعه موجوده في اللاترال وبتبعت ابونيروس انتيروني بيسموها بانتو لاترال جروب اللي هم الثلاث عضلات اللي فوق بعض دول، ومجموعه من عضلات او عضله واحده اسمها انتيريو. العضله دي في اللور بطن بتاعها حاطينها ممكن او ممكن لا عند بعض الناس يبقى في عضله اضافيه اسمها البيراميدالس عشان تخش في مجموعه العضلات اللي ليني اكسنت اللي اولهم بلوك حرف الدي. تمام؟ اهلا كان معهم عندنا لسه بلس ماينور ودلوقتي بنقول بيراميدالس فكلهم اولهم حرف الايه؟ البي. يبقى اول حاجه عرفناها مسلس اوف سنتيريو
باراميديا اسمها الاكسندومس الناشيس قبل ما يعمل حاجه اسمها ليني اربا ودول اللي بتجيبيهم. اسميهم ايه؟ يقول لي من بره لجوه كده اول ما تشيل اول طبقه هتلاقي عضله اسمها اكسترنال اوبليك ماسل. اكسترنال ابدومينال اوبليك طبعا اكسترنال لانها خارجيه ابدومينال في الابدومين اوبليك لانها مايله. اكسترنال ابدومينال اوبليك ماسل دي يا جماعه الدايركشن بتاع الفايبر بتاعها زي ما تكون هتحط ايدك في جيبك. يبقى الدايركشن بتبقى ايه؟ داون فورورد اند ميديال. تمام؟ طبعا كان من الافضل ان العضله الاوبليك اللي تحتها تبقى الدايركشن عكسها عشان يدي قوه اكتر. لما يكونوا زي بعض يبقى الجدار ضعيف. لكن لما يكون ده كده واللي تحتها عكسها ازاي يعني؟ يقول لي كده الاكسترنال اوبليك وكده الانترنال اوبليك. تمام؟ يبقى الاكسترنال اوبليك ازاي يا جماعه؟ داون فورورد اند ميديال. الانترنال ابور فورورد اند ميديال. هم الاثنين ابور هم الاثنين فورورد ميديال بس الاكسترنال داون والانترنال ايه؟ ابور. الترانسفيرسس مش اوبليك ماشي مع بعض. ما فيهاش اي ايه؟ اي مشكله. نشوف احنا فين الاول عشان نفتكر بعض اجزاء العظميه اللي ممكن تقابلنا واعتقد اللي خد براكتيكال يقدر يكلمك على عضو بتاع المنطقه دي. تعالوا نتعرف هنستعمل ايه؟ ايه اللي احنا بنستعمله؟ طبعا من فوق هنا دي الريبس. عضله من الثلاثه هنستعمل اللور 8 ريبس. لكن الاثنين التانيين هيبقوا اللور 6 بس. طبعا اول واحده هي اللور 8 لكن الانترنال والترانسفيرسس هنستعمل اللور 6 ريب. كل ريب من اللي بنستعمله عامل كده. ليه اول بوردر ولور بوردر وانر سيرفيس واوتر سيرفيس. فلو وزعناهم كده الاكسترنال دي بتمسك فين؟ اوتر. والترانسفيرسس يبقى الانترنال فين؟ اللور بوردر. تمام يا جماعه لسه ما اديناش انا بس بفكركم ازاي نتكلم على الاورجن بتاع كل واحد. طيب ايه اللي هنا دون؟ يقول لي دي الهيب بون. وعلى حته من الهيب بون هي اللي داخله معايا في الابدومين يقول لي اه ده ليه كريست؟ وليه الكريست مش حد كده؟ لا ده ليه مساحه. وليه حاجه اسمها اوتر ليب؟ وينر ليب؟ والترجيل الكامل. تفتكروا مين يمسك في الاوتر ليب بتاعه؟ الاكسترنال. مين في الانترميديت؟ الانترنال. مين في الانر ليب؟ ترانسفيرسس. اخر ايه يا كريست من قدام في توبيكال او سباين. السباين دي اسمها ايه؟ هتفكر؟ انتيريور سوبيريور ايليا سباين. دي هنستعملها في شغلنا، دي مش هنحتاجها اللي هي انتيريور انفيريور. تمام؟ العظمه اللي هنا دي مين؟ بيوبيك. والبيوبيك بون اوتر بوردر بتاعه اسمه بيوبيك كريست. لاتر اند اوف ذا بيوبيك كريست هنا في توبيكال اسمها بيوبيك توبيك. وفي ليجمنت ليج الانتيريور سوبيريور سباين بيوبيك توبيكال واير ليج. كان زمان واحنا صغيرين عرفناها ان هي البيس بتاع فيبرال تراياني. النهارده هنعرف ان هي الدور بوردر بتاع الهوميروزس اوف اكسترنال اوبليك ماسل. ما هو البودي اه احنا بنقسمه بارت بس هو واي ماس. فممكن تلاقي حاجه مسمعه في حته تاني مش تبع المنطقه دي. اه لا بتقال قبل كده مع اللور ليج اللي هي الانجوان ليجمنت. والانجوان ليجمنت دي يا جماعه بتفصل بين الابدومنال وول وبين الفرونت اوف ذا سايد. واول منطقه بتقابلني في الفرونت اوف ذا سايد هي الفيبرال تراينجل. فهو البيز بتاع الفيبرال تراينجل من هنا من الانتيريور سبيرو اليكس فايت لغايه البيبك ايه؟ جوبكل. طيب البيبك جوبكل ميديا ليها حاجه اسمها بيبك كريست. ولاترال ليها اللاين اللي بارز ده اسمه بيكتينيال لاين. كلام انا عارف من سنه اولى بس انا مش هقول الهيب بون كلها، انا هقول الاجزاء اللي هنستعملها في شغلنا. فما تقلقوش مش هقول كل الاجزاء اللي هيستخدم بس. طب بين البيوبيك بون والبيوبيك بون المفصل ده اسمه ايه؟ سيمس بيوبس. وطبعا انتوا فاكرين ان الحته دي اسمها بودي اوف ذا بيوبيك بون وان الاور بوردر اوف ذا بودي بودي مش بودي. الاور بوردر اوف ذا بودي في بيوبيك كريست وده اسمه سوبيرو بيوبيك ريموس في بكتيريال لاين. هنستعمل الكلام ده وهنعرف هنستخدمه فين. طبعا قلت لي امبارح لكم الليرز واقول لكم ان احنا اول حاجه بتقابلني في جدار البطن هو السكين. واتكلم عن السكار تيشو اللي موجود في الميد لاين عند الليب من ثلاثه واربعه اللي هو الامبيلكس. تمام؟ بعد كده هو شال السكين وقال لك في سوبرفيشال فاشيا طبقتين الكامبرز والسكاربس فاشيا. وبعد كده بقى ندخل على العضلات. بصوا على الجنب هنا في ثلاث طبقات زي ما انتم شايفين مقطوعين كده هو فباينين الثلاث طبقات من بره لجوه هتبقى العضله البرانيه اسمها ايه؟ اكسترنال وبعدين انترنال وبعدين ترانسفيرسس. ترانسفيرس ابدومينس بتبطنها من جوه بطبقه فاشيا مره ثانيه بس الفاشيا المره دي اسمها فاشيا ترانس فيرساس. وبعد كده بلاقي
حاجه اسمها اكسترا بريتونين فات وبعد كده بريتونين. ايه البريتونين ده؟ المقابل للبلورا والبريكارديوم في السورس. البريتونين ده هو السير الساك السراوندينج ذا ابدومينال اورجنز. اي حته بيبقى فيها اورجن بيتحرك محتاجين سير الساك. والاماكن اللي فيها حركه اورجنز في مكان ضيق موجوده في السورس وموجوده في الابدومين. في السورس اللنج حواليها بلورا والهارت حواليه بريكارديوم. بس خلي بالكوا الهارت دي وضع خاص. حوالي فايبرس بريكارديوم وبين الهارت والفايبرس بريكارديوم في سيرس بريكارديوم. هو ده السيرس تاك بتاعه مش الفايبرس بريكارديوم لا السيرس ايه بريكارديوم. فنعيد تاني طبقات قلنا سكين سوبر فيشال فاشل. هنا في ناس قالوا او معظم الكتب قالت دي فاشل ويل ديفلوب في المنطقه دي لور هاف اوف ذا ابدومينال وول. ولان سوبر فيشال فاشل طبقتين الطبقتين دول هم مين؟ كامبرس وسكاربس فاشل. تشيل سوبر فيشال فاشل تلاقي ثلاث عضلات اللاترال طلع منهم ثلاثة بوليروزس بيرادفوا عضلة رابعة بالطول ويعملوها ريكتر شيس. ممكن يكون معاها ممكن لأ عضلة صغيرة اسمها ميرافيلاس. ده المنظر بتاع الاكسيرو بيك مصر. عرفتوا ازاي بالطول من الدايركشن اوف فايبس طلع ماشية ازاي دي يوري داونورد فورورد اميديت. يما ايه الابيض ده؟ يوري ده البوليروز بتاعها والابوليروز بتاعها مغطي العضلة مش باينة هنا لكن باين التنتينا سنترسكشن اللي فيها الفينس انترسكشن معناها العضله فيها فايبرس مش في الوسط متقسمه مربعات. هو ده سبب الشكل المربعات اللي بتشوفوه دوت. ودي اسمها ريكتس ابدومينس هو اللي دلوقتي بريكتس شيس مش شايفينه. طب دي اكسترا دي. طب الدكتور مره كده فكرنا تفتكروا دي مين؟ الاسكلت سنتيركل طبعا من اوبر اتريكس اوتر سيرفس من الاوبر اتريكس مش مهم تفاصيل اكتر من كده يهمني الرقم ده. وفي عندي عضله من ورا كمان هنا اهي اسمها لاتيسموس دورساي. لاتيسموس دورساي هي راحة الهيومرس مسكت في اللور فوركس. افتكروا المعلومه دي من سنه اولى كان معانا في الاوتر سيرفس اوف ريبس كان معانا سيرفيتس ماسكه في الابر 8 ولاتيسموس لور فور. طب كام ده؟ 12. خلي بالكم انا بقول ايه دلوقتي؟ السيرفيتس في الابر 8 ولاتيسموس في اللور فور. مين ماسك كمان معاهم في الاوتر سيرفس اوف ريبس؟ الاكسترنال ابدومينال اوبليك. طيب هنعمل ايه مع العضلتين دول؟ لا لا دول دلوقتي. لا نبتدي بقى اول عضله يا كل دي مقدمه؟ انا احب دايما نفهم الاول الدنيا فيها ايه وبعد كده نتكلم بقى زي الكتاب ما جه. ايه؟ ده الكلام اللي قلته في الاول ده ما بيكتبش في الكتب. التجميعه دي مهمه قوي ان احنا نقراها مع بعض بحيث نجهز للموضوع بتاعنا. اول عضله معايا اسمها الاكسترنال ابدومينال اوبليك ماسل. طبعا اول حاجه هي الاوتر موست ماسل اوف ذا لاترال جروب دي اول حاجه. والدايركشن اوف ماسل فايبر بتاعتها زي ما هو بيدي في ايه مش هقولها لكن اوصف على طول داون وورد فورورد ادي ادي الاكسترنال اوف ذا ماسل وده الابوليروز بتاعها في اتجاه هذا الخط الابيض. والخط الابيض ده جاي من هنا. هنا ده ايه ده؟ اللي جه قلبه ده جاي العضله هنا دي فايبر بروسيس. طب تفتكروا ينتهي فين؟ داخلين فين في البيزماير؟ سيكسس بيوبس. وهذا ليني البا ما فيهوش بلاد فيسل لونه ابيض لانه معمول من ابنيروز لونه ابيض. صح يا جماعه مين عمله؟ الابنيروز بتاع ثلاث عضلات يا جماعه وكلمه البا يعني ابيض. وده حل سريع لعمليات الطارئه للامرجنسي. لو دخلت عمليه وعندنا عايز تفتح بسرعه زي ما حصل قبل كده حكيت لكم عليها. العمليه الوحيده اللي ساعدت فيها انا اصلا ما بحبش الجراحه بروتوكول يعني انكم هتحب جراحه وانكم مش هتحبش. فجت الامتياز كان في نبطشيه النساء كان عمليه ولاده عاديه طبيعيه. كان معايا دكتور ما انساش اسمه لان كان الموقف انا اسال كل الدكاتره اللي علموني لكن ده توفيق توفيق ده ما انساهوش. فالمهم هو بيولد وبيعلمني ان انا امتياز بتعلم. فابتدى يولد المريضه دي وفجاه قال الكود حوالين رقبتين. ايه ده؟ يعني انت فوق حوالين رقبه البيت يعني اي كونتراكشن بتعمله في الام يخرج ايه؟ البيت. بتعقم بسرعه عشان تخش تساعدني في العمليه بس لحظه الدكتور توفيق انا عايز افهمك حاجه. يعني احنا لازم نبص لها برضه دي انسانه يعني مش كده هتخش وتساعدني في العمليه. المهم يعني تعقمنا تعقم زي ما بتشوف الافلام برضه بنلبس كتير وهي لابسه كتير وتيجي تلبس الجلافز كنت انا طبعا انجوي لان انا عملت عمليه لاول مره في حياتي. المهم كان لازم يفتح فين؟ من لان هو العمليه دي لو اتاخر ثانيه بيبقى هنا. العمليه دي كلها خدت تلت ساعه. تلت ساعه ايه؟ والبيبي بيتخنق؟ لا
تنسى عليك في الخياطه بتاعت الابدون وانت عقلت واتقفلت وبقت خلاص بتفوق كمان. فطبعا دي كانت وهي بتاخد البنج كان الدكتور بيفتح في الرجل الالام اللي هي فيها. نعم وهي بتاخد البنج كانت مع الالام ما حصلش اي مشكله. المهم رجع وفتح اليوترس. انا كان دوري ايه؟ ان انا الوومز اللي فتح ده لازم اعمل له ريتراكشن لان هو ما يقدرش يشتغل في اليوترس كل شويه الوومز يفتح تاني. الوومز لما فتح كده لازم اعمل ريتراكشن الوومز ده وهو اشتغل. فاكر الموضوع اكتر من كده فالحمد لله طلعت فتح اليوترس طلع البيبي تات. وليه طبعا احبطنا جدا فابتدى ان هو يعمل له مساج على صدره وفجأة بيجي عيط. نتكلم على الدكتور توفيق واللي عمله وعمليه العماله تلت ساعه. يعني انا كان ايه طبعا يا جماعه رجع تاني العضله اللي معايا دلوقتي اسمها ايه؟ اكسترنال ابدومينال اوبليك. تعالوا نشوف الاوريجن والانسرشن اللي انت رفعنا اي عضله. عايزين نعرف الاوريجن دكتور، عايزين نعرف الانسرشن والعضله ماشيه ازاي. وبعد ما اخلص الثلاث عضلات هقول النيرف سبلاي والاكشن كومن. وده مكتوب عندكم في الاول النيرف سبلاي والاكشن مكتوب عندكم كومن. اكشن وكومن ايه؟ نيرف سبلاي. ادي العضله اللي اسمها اكسترنال ابدومينال اوبليك. طلع اوريجن منين؟ يقول لي ما دام هي نازله داون والدخول والبوليك دي ودايما الدايركشن اي مصر بينبسط من الاوريجن للانسرشن. فلما قلت كلمه داونلود يبقى اوريجن فوق واللي فوق عندي في جدار البطن هو الريبس. يبقى اوريجن بتاع العضله طبعا منين؟ قول لي من الابر سيرفيس اوف لور 8 ريبس. خلي بالك لور 8 ريبس مين العضلات الاخرى اللي اشتركت معايا في لور 8 دول؟ السيريتس لور بارت اوف السيريتس واللاتيسمس لان الجزء الوحيد من اللاتيسمس مسك في لور 8 فوق. فلما يبقى الريب عامل كده يا جماعه بلاقي من لور 8 ريبس اللي انا هطلع بيهم من الاكسترنال اوبليك في حته بس فيها سيريتس. والريب اللي بعدها حته تاني من السيريتس يجي اوفر الاكسترنال اوبليك في الريبس كده. العمليه دي بيسموها انتر ديجيتيشن. فيقول لي الاوريجن لازم يكمل الجمله وتقول لي ان الاكسترنال اوبليك زي ما اتفقنا في الاول الريب اهو يا جماعه مين دي؟ اكسترنال ومين دي؟ انتر سوري ترانسفيرسس. مين هنا؟ يبقى الاكسترنال اوبليك طلع من الاوتر ولا الانر سيرفس ولا اللور بوردر؟ لازم الاوتر سيرفس لانها اللي بره. اوتر سيرفس بتاع مين؟ لور هيدريبس. طب ده في عضلات اخرى معايا هعمل انتر جديد معاهم. هما مين دول؟ يبتدي بعد كده العضله بتاعتي تتجه داونورد فورورد اند ميديالي زي ما اتفقنا. والجزء البوستيريور فايبرز بتاعتها تلاقي تحتها على طول مين؟ الاليا كريست. والاليا كريست اللي هو انا همسك فين؟ الاليا كريست يا جماعه دي اوتر ليب. وانتر ليب جت قليله. اوتر ليب انتير هاف اوف اوتر ليب اوف ذا اليا كريست. انتير هاف اوف اوتر ليب اوف اليا كريست. وزي ما انتم شايفين ان الجزء ده من العضله اللي مسك الاليا كريست فليشي. يعني ايه فليشي؟ لحمه حمراء. لن يتحول الى ادونيوز. بقيت العضله بقى هيبقى مش شايفين اللون الاخضر ده؟ ده ادونيوز. ده ميمبرين عريض. طب الادونيوز ده هيعمل ايه؟ يقول لي هيتجه للميد لاين لغايه لما يروح لحاجه اسمها ليليا البا. اللي بادية منين فوق؟ في السيفويد بروسيس وراحت فين تحت؟ لغايه السيرفس بيوز. بس قبل ما اوصل لليليا البا وتعدي قدام ريبس ابدونس. هذا الادونيوز بتاع الاكستنر بليك كله ما بيتقسمش طبقين للطول والجلد يعني، لا كله قدام الريبس ابدومينس. وده تفهموه لما تاخدوا حاجه اسمها ريبتاشيس مش معايا النهارده بس هنهدوكوا ليه. ان الابونيوز بتاع الاكسترنال دي كله قدام الريبس ابدومينس بطولها تمام. ويروح يمسك فين؟ يمسك في لينيا ارض. طيب ايه اللي حصل هنا اهو؟ يقول لي ابونيوزس ماسك من اول الانتيرو سوبيريو الاكس باين لغايه البيوت تيوريكين وعمل حاجه اسمها ايجوانالي. عايز ورقه بيضاء يا جماعه عشان اوريكم الموبايل اللي جاي من الشتاء. ولا ما فيش شغل خلاص كان من الشتاء تاني. هو دلوقتي احنا قلنا
والهرنيا مقشر الهرنيا في الميل. ليه في الميل؟ لان الميل القناة بتاعته اوسع. ليه اوسع؟ عشان فيه حاجات اكبر. استخدامات الطرد اكبر في الميل. تمام؟ طيب الابوليونوفس دول بس بيعمل الاجوان اللي جميل انتو لسه هنقول التفاصيل عليها دلوقتي وإلى ما في اوبن الكلام. عارفين الاوبن دي ايه؟ دي مكان خروج حاجة اسمها سبرمات الفور. ليه سبرمات الفور ده يا جماعة؟ عبارة عن حبل فيه ايه؟ فيه بلاد سبلاي والنيرف سبلاي واللي انت تدريش تعمير. تعبتستس اللي بره في السلوتر. وفي كمان ضغط طلع بطريقة عكسي من التستس الشايلة بسبرمات اسمها الباص. كل ده حواليه أغلفها من الفاشية عمل حبل اسمه ايه؟ سبرمات الفور. تمام. شايفين بقى هنا عندنا آية اللي جميلش وآية دي الفرحة دي. الفرحة دي اسمها ايه؟ اسمها superficial inguinal ring لان دي الفتحة الخارجية بتاعت الانجوينال كنال المخرج بتاع الكونتينس اللي فيها اللي اسمها ايه يا جماعة؟ انجوينال كنال. صورة اكبر شوية. دي superficial inguinal ring وده سبرمات الطول. شايفين النيرف؟ مين النيرف ده؟ انجوينال. طيب السوبرفيشال انجوانا الرينج يا جماعه موجوده مين تاني ولا ترى اللي بيكتب كده؟ لاترا. برافو عليكم. هتقالي بيكتب كده اهي وكده لاترا وكده ميديا. السوبرفيشال انجوانا الرينج. هسال السؤال تاني. السوبرفيشال ساعات لما تسال سؤال فكرت عايز تخلصه بدون مختارين الاجابه الاولانيه باعتبار كلام الدكتور اختار صح لا انا عايز تاني بص تاني. السوبرفيشال انجوانا الرينج كده لاترال وكده ميديال. يعني نفس الكلام ده في الناحيه الثانيه زي كده. السوبرفيشال انجوانا الرينج ادي بيكتور كده اهي. يبقى السوبرفيشال انجوانا الرينج يا جماعه ميديال بيكتور كده اباض حاجه اسمها بيبك كريست. فاكرين العضله مش ده؟ فاكرين بيكتور كده ميديال ليها بيبك كريست ولاترال ليها بيكتينيا لاين؟ تمام كويس. تعالوا نتفرج بقى على السوبرفيشال انجوانا الرينج بقى هي الصوره بس هنتكلم على السوبرفيشال انجوانا الرينج. السوبرفيشال انجوانا الرينج مكتوبه سطح كام؟ 38 صح يا جماعه؟ ايه ده يا دكتور هنتلخبط كده صح؟ لا انا هقول لكم كل اللي مكتوب في الصفحه اللي كان يكسبها دي ونتدرب دي بس في حاجات حلوه ان احنا نعرفها دلوقتي عشان لما ناخدها بعد كده رسمي لما الدكتور يقول من جوه الكنال يا جماعه ليها دي برينج وليها سوبرفيشال رينج ويبتدي يوصف السوبرفيشال رينج واحنا عارفين اوريدي كل ما نعرفه عن السوبرفيشال لان احنا ممكن نعرفه دلوقتي. يلا يا جماعه ركز مع بعض. سوبرفيشال او اكسترنال انجوانا رينج. واضح ان الانجوانا الكنال دي عباره عن انبوبه ليها فتحتين. هاي جدار الباطن في فتحه من جوه فتحه من بره وبين الفتحتين في انبوبه. الانبوبه دي يا جماعه اسمها الانجوان الكنال. يبقى الانجوان الكنال ليها كام رين؟ احنا هنشوف دلوقتي مين؟ سوبرفيشال. شوف الدين هشوف بس ايه؟ السوبرفيشال وهي مكتومه في صفحه 38 اذا كانت النسخه اللي معايا زي المعادله. ده كده ايه؟ ايه اللي نعرفه عن السوبرفيشال انجوان الرين؟ ده اقوله. إذا رين إن ذا لور أنتيريور بارت أوف اكسترنال اوبليك ابوليروس شيب تراينجلر راوندد كوادرانجلر. ايه رايكم قريب من ايه؟ شيب بتاعها ايه؟ تراينجلر لانها وايد بيلو ونارو اباض. الدايمنشن بتاعها مش موجود في الكتاب لكن لونج اكس 2 سم ونص وعرض 1.5 من 2.5 سنتيمتر بالطول وعرض ايه؟ 1.5 ده المقاس بتاعها. جاهزين؟ طب انتوا مش قلتوا ان شكلها تراينجلر؟ يبقى ليها ايه ميكس ليها بيز؟ فين البيز وفين البيز؟ مين شاطر يقول البيز اباض ايه؟ ايه العظمه اللي تحتاجها؟ برافو عليكي بيوبيك؟ يبقى البيز هو البيوبيك كاست والميكس هو دي دايركت الابورت اند لاترال عكس نزول العضله زي كده الابورت زي الميديا دي الرينج يا جماعه كده ابورت اند لاترال. فين الابكس؟ اهو the upper end of the ring is the apex. طب بين الابكس والبيز المارجنز دي بنسميها حاجه الحرفتين دول بيسموهم كراس. في عندي ميديا كراس
وفي عندي لاترا من ايه؟ كراس. يبقى بين الابكس والبيز يا جماعة في عندنا ده اسمه ايه؟ انتر كراس، وده اسمه ايه؟ لاترا كراس. الفايبرز اللي ماشية في الاثنين كورة مربوطين في بعض فوق الابكس بالترانسفيرس فايبرز عكس اتجاه الفايبرز. على فكرة الابلونوس في الياف ماشية برضو باتجاه معروف، الابلونوس في حزب من الكولاج الفايبر ماشية زي المصري. يعني الابلونوس الالياف بتاعته ماشية ازاي؟ داونورد فورورد اند ميديال. شايفين الالياف دي؟ داونورد فورورد اند ميديال، ودي داونورد فورورد اند ميديال. الالياف الوحيدة اللي ماشية بالعرض فوق الابكس شايفينها؟ اسمها انتر كرورال فايبرز. ليه؟ عشان عارف الخطار. انا بسال اسئله مش موجوده في الكتب لكن ممكن تلاقي في الشفوي. الانتر كرورال فايبرز فايدتها ايه؟ ليه سمعها قبل كده؟ نقول بامانه. الناس اللي جاوبت فكرت ولا سمعتها قبل كده؟ ها؟ ايه اللي جاب؟ بصوا يا جماعه شايفين فايبرز النهارده دي؟ اسمها ايه؟ انتر كرورال فايبرز. تمنع سيبريشن بين الكور، يعني الفايبرز اللي ماشيه في الميديا كراس وفي اللاترال كراس مربوطين فوق الرينج بالفايبرز العرض، وكان لازم الفايبرز العرض دي تبقى فوق الرينج مش قدامنا. عشان ما حدش يقول طب ليه ما اتكلمتش قدام الرينج هقفلها. ده في حاجات بتعدي. فاهمين معايا؟ تاني وانا عارف ان انتوا شطار، السوبرفيشال ولا الرينج هي الاوتر اكزيت، هي الاكزيت بتاع مين؟ وعلى الكلام موجوده فين؟ lower anterior part of the abulurosis of external oblique. شكلها ايه؟ triangular. ميديال ولا لاترال للبيورتوري؟ ميديال ولا لاترال؟ ميديال. تمام. حد فاكر المقاسة؟ كام في كام؟ 2.5 ب 1.5. فعلا دي ظاهرة غير ان انتوا لما ما بتعرفوش اجابات تبتسموا. الظاهرة التانية لما اقول لكم حاجة مش موجودة في الكتاب، حاجة مش ضرورية قوي انكم تفصلوها قوي قبل المؤلف. ودي حاجة انا بلاحظها. او يمكن انا بستفزكم موضوع يعني. 2 سم ونص في 1 سم، 1.5 ايه؟ سم. طيب ما دام تراينجولار يبقى ليها بيس اباف ذا كيوبيك كريست، ايبكس اباف عند لاترال. تمام؟ وبين الايبكس والبيس هي تو كورة، جمع كراس كورة اسمهم ايه؟ ميديال كراس ولاترال كراس. اباف ذا ايبكس اوف ذا رينج في عندنا فايبرز بعرض اسمها انتر كورال فايبرز. نيجي دلوقتي بقى للعنوان اللي جاي فيها ان ستراكشرز باسي سول. ايه اللي بيعدي في الرينج؟ مين ولا في مين؟ مين؟ المين عندنا في الانبوب اللي اسمها ايه؟ سبرماتيك كور في التستس. ومين النرف اللي معاه؟ في الفنيله شيل سبرماتيك كور واحط بداله ايه؟ راوندينج. تمام؟ اخر معلومه هتعرفوها اكتر مع الاجوان الكلام ان المارجن بتاع الرينج دي بيطلع منها 1 اوف ذا كفرنجز اوف سبرماتيك كور. 1 of the coverings of spermatic cord. حاجة اسمها external spermatic fascia. اسمعوا معايا دلوقتي لكن هتوصلوا لكم رسمي مع الانوان الكلام. لان الدكتور هو بيقول لكم الانوان الكلام، انا مش عارف مين اللي دلوقتي هيقول لكم بعد الاجازه، لكن لما يجي الدكتور يشوف الانوان الكلام او الدكتوره هيبقى فيه حكايه ازاي اتكونت الانوان الكلام النيورولوجي بتاعها. انا مش عايز اخد وقت دلوقتي فيها، لكن في البريتور بتاع الجنين الغشاء البريتوري بتاع الجنين بيطلع منه بروز وقف جوه جدار البطن. المهم في اخر رحلته وهو ماشي في جدار البطن عايز يخرج بره فلقى ابونيروزس بتاع الاكسترنال دي قدامه. زق عليه من غير ما يقطعه. تاني زق عليه من غير ما يقطعه، نطه حواليه. فعمل خد منه طبعا الحركه دي عملت رين لمكان معدى وخد غلاف من المارج بتاع مين. هو ده تاني. هو دي نهايه القصه، نهايه الفيلم. ان احنا عندنا جزء من البريتون بتاع البط بتاع الجنين عايز يعمل ايه؟ كلام، عايز يعمل كلام وعايز يعمل اغلفه جاهزه. وبعد كده انا خلصت دوري، هذا الحفار اللي هو البريتون ده خلصت دوري، هختفي واسيب فراغ ممر جاهز. اصل التست تنزل في السكروتم في اخر البريتنس. التست ما ينفعش تعمل ده. التست ما ينفعش تعمل ده. لازم تنزل بسرعه، لازم يكون ممر جاهز. مين ممر جاهز؟ زي حكايه مترو الانفاق، الحفار يحفر النفق بعد يجي المترو يمشي، المترو مش هيحفر. فاهميني؟ فالحفار ده حاجه اسمها بروسيسس فاجيناس. دخل ازاي في جدار البطن ومش ازاي وعمل ايه مش مهم دلوقتي، المهم ان هو في اخر رحلته لا عايز يخرج بره، مش هروح للسكروتم، لا قدامه مين؟
دلوقتي حاول يحفرها بعد ما يختفي يبقى الغلفه دي وسطها فاضي هينزل فيها التستس صاحبه معاها ايه بقى وهي نازله صاحبه وراها ايه بلاد سبلاي وليف سبلاي وليف رينج يبقى التستس من اتسحب وراها اتغلف جاهز ده الغلفه جاهزه عمال احفرها اختفى قبل كده ما اختفاش تماما هيسيب كيس صغير جوه السكوتر هيغلف التستس حاجه اسمها تشيكوفاجينيس مش عايز اتقل عليك دلوقتي الكلام ده كله لكن في اخر رحله الحفار ده جه وقف لقى الاكسيرم من ابونيروزس راح زي الابونيروز معاه وخلق فتحه مكان معده واتعمل كفر هاي الفتحه اللي اتعملت بسببه اسمها سوبرفيشال وال ري المارجن بتاعها بيطلع احد الاغلفه مش الاونلي كفر ذا اوتر موست كفر اراوند ذا فيسلز نيرفز اوف ديستس اسمه اكسترنال سبرماتيك فاشيا مكتوبه في صفحه 38 انا عارف بس لما يجي الدكتور يشرح الاجوال الكنات رسمي هيتعامل مع السوبرفيشال رينج انها ما اتسبعتش قبل كده مش عارف انا قلتها بس انتوا ساعتها لما سمعتوا مبسوطين اكتر لان جزء من المحاضره مفهوم او جزء من المحاضره ماشي سريع فهي معايا ما يبقاش كلها ايه تقيله عليك الانجوانا اللي من صف الكام 35 تعالوا نشوف الانجوانا دي اللي بيحكي ايه عرفنا جزء من ده عرفنا جزء من الانجوانا اللي من انا ده هو الوقت ده المفروض تبقى في اجازه عايز اقول حاجه كتير بس طبعا انتوا عشان انتوا طلبه متميزين غير عاديين استحملوا بس اول مره في تاريخ ولسه حسب كوكب بعد امتحانات فوق تسكت على طول بعد غالبا غالبا بعد اجازه بعد اجازه مش منح على فكره اللي حصل ده مش من جوه عرفنا هي عباره عن ايه؟ طب مين يقول سوبرفيشال ايه؟
سكين مغطي عليه مش ايه عشان شوفه سكين فاشل. طب في عندنا فيسلز كانت طالعه من فمه الارض اسمها سوبرفيشال الجسد سوبرفيشال سوبرفيشال Thank you.
كده ده لو نيوست على اكسل وبيك مقطوع عشان تشوف الجزء الرول ايه المود، وبعدين ندي شوف الباكورد اكستنشن والابورد اكستنشن. الباكورد اكستنشن هيروح يمسك حاجه اسمها التنيه لاين، فاهمين؟ ده ترانزيشن شوف كده التنيه لاين ورا، صح يا جماعه؟ تمام. طيب الريجولار بارت ده شكله ايه؟ اهو شكله ايه؟ تراينجلر. عارفين ده سؤال سهل جدا بس انتوا مش معايا، يعني انتوا شكلكم في عالم تاني خالص. بتفكروا في ايه مش عارف. انا بص لدرجه عامل كده ومش بس. بس خليكم معايا شويه، الموضوع سهل. يا جماعه هو انا مش قلت ان الاجوانا ليجمنت اخرها ميديال يوبتوريكل؟ صح؟ طيب يبقى هنا ليه ممكن مظبوط؟ طيب الباكورد اكستنشن ده يعني ايه اكستنشن؟ حته زياده. هنا اللي موجود في باكورد اكستنشن ده الرول انورد رول. الحته اللي قالها اللي فوق بس. لكن مين دي حته زياده؟ تقول لي دي اسمها اكستنشن. في عندك كام اكستنشن طلع من بره؟ اثنين. واحده باكورد هقول لك دلوقتي وواحده ابورد انيميديت. الباكورد اسمها لاكنر ليجنت او لاكنر بارت اوف انجوان ليجنت. احنا هنوصل لانجوان ليجنت. شكلها ايه؟ تراينجل. برافو عليك. الايبكس ناس ما حدش بص لها. عايز تبص للصور. شفت السر ان انتوا مش عارفين تجاوبوا. عاملين كده بص. المحاضره بتاع الاجازه تاني. فاحنا مش بنعمل مسابقات دلوقتي، احنا بنرجع للمحاضره تاني. الايبكس فين؟ بيرتوري. طب والبيز؟ وعامل جزء من ايه؟ تقول لي جزء من مارجن تعريف اسمها؟ امرارين. شباب دلوقتي وممكن 30% من الناس تبقى ماشيه عليه او نورمال او بريدرات. طب ايه الايبكس والبيز؟ عندنا ابر سيرفس ولور سيرفس. الابر سيرفس بقيه الفلور في جوال الكنال. اخر حاجه بينام عليها انسترومنت كورد قبل خروجه هي اللاكنر بارت في جوال الكنال. تمام يا جماعه؟ ابر سيرفس ولور ايه؟ سيرفس. وانتيرو بوردر ماسك في جوال الكنال. طب السيل بوردر بس في هنا وتنش. ايه اللي موجود لاترال هنا؟ البيوت تو كان بكتيريال لاين. امال ايه ده؟ صح يا جماعه؟ قول اللاكنر بار تاني. يلا قولوا معايا اللاكنر بار. سهل قوي. اللاكنر بار ذا باكورد اكستنشن فروم ذا ميديال بار اوف انجوانا ليت. باكورد اكستنشن هورزونتال يعني. شكله مش بصين بقى زي كده المحاضره وتشوفوها كده معايا عشان الجوانب اللي من كده انا بقولها لكم ولو بعد كده تبقى سريعه طول ما فوق. اوكي؟ اتفضل كده مش عارف. تراينجولار ان شيب الاي بيكس اتاتش تو والبيز طريق لبني وفري وبيعمل جزء من المارجن التعريف اللي موجوده هنا اسمها فيمورال رينج. فيمورال رينج دي ميديا كومبارتمنت بتاع فيمورال شيس اللي ممكن ينزل فيها التسلم. تمام؟ بين الابكس والبيز عندنا ابر سيرفيس هو جزء في الفلور اوف ايجوانا كلام وعليها دور سيرفيس. والتيرو بوردر ماسك فين؟ ماسك فين؟ ايجوانا ليجمنت. وبوستيرو بوردر اتاتش فين؟ فين الكينيال لاين لورا. ايه ده بقى؟ يقول لي البوستيرو بوردر بتاعها بتاع اللاكنر بار بيمتد از سن نارو ليجمنت بقيه الكينيال لاين. ورا فيبر رينج ويسموها فيكتيريا ليجمنت. الحته دي لوحدها اسمها فيكتيريا ايه؟ ليجمنت. يبقى هي فيكتيريا ليجمنت. استراتيجيه بتاع فيكتيريا لاين. طب هي منين؟ اكستنشن فروم لاترال ولا ميديال اكستنشن؟ لاترال اكستنشن فروم ذا بوستيريو مارجن اوف لاكنر بار اوف اي وانا ليجمنت. ده بوستيريو مارجن اهو بتاع لاكنر بار لاترال وعمل البوستيريو باوندري بتاع الفيبر رينج. جابته زمان كنت بتاخده في مرتين قال لك البوستيرو باوندري بتاعها الاثنين اللي فاتت احنا مش عارفين هو عباره عن مين تاني؟ الفري مارجن بتاع اللاكن اوف باوند انتيرلي الفليك الجوانب اللي في نفسها لاترالي جيل في الوسط اللي هو فين؟ فيبر فين؟ واقف جنب الكلام ليه؟ عشان يريح حالك لما يحصل ديسكشن. اخر حاجه اوريها لكم اللي هو الاكستنشن الثاني اللي هو الريفليكتد بارت. Thank you.
اهو شايفين؟ اهو هو من فوق هي تاني بقى طيب الليتر بارت بتاع الانجوال الليجمنت بعد اكستنشن باكورد سميناها لاكولار بارت الليتر اند بتاع الانجوال الليجمنت بعد من ورا لاكولار بارت في فايبرز تنزل من الاكستنشن بيك الفايبرز دي لو هتعمل ماشيه في لاتر كاس المفروض تعمل ايه بوردرول وتقف وتريتش الفايبرز دي طلعت ابورد كان ميديا بيهايند ذا سبرماتيك كورد بيهايند ذا سبرماتيك كورد ليه الفايبرز دي يا جماعه طلعت عكس يعني لما تخبط كره في الارض وترد لك يقول لك الكره دي ريفلكتد من الارض ليك فيقول لك الباك ده اسمه ريفلكتد باك وده رايح يمسك فين ده في الميد لاين ايه اللي في الميد لاين عندك في الميد لاين مين يا ريفلكتد باك ده يا جماعه موجود ورا السبرماتيك كورد صح طب اذا كان لكن البارت في الجوانا ليه بيتحط داخل الفلور بتاع الجوانا كلام ريفليكت البارت بحطه في الهول بوستيرو لان ورا السوماتيك كور تمام ما خدناش الجوانا كلام لكن خدنا حاجات تنفعنا لما ناخد الجوانا محاضر بكره انا مش عارف دكتور ايهاب ولا انا لسه ما اتفقناش هو في الغالب دكتور ايهاب لكن لو هو عنده ظروف هاجله هكمل لكم الانترنال والترانسفيرسس وال